سيد وزير عام 89 كان أول ضرب لامتحان وطني اللي هو السيزيام بشكل منظم ومضمر، احتساب 20% من معدل السنوي مع المناظرة، ثم فيما بعد احتساب 40%، ثم فيما بعد احتساب 50%، تمهيدا للتخلي عن المناظرة فيما تحت شعار هنا الارتقاء للسابعة أساسي يكون آلي. وجاب باش يبرر هالإجراء هذا النظام السابق مناظرة الدخول للتعليم الثانوي النوفيام تحت شعار التعليم الأساسي حق والتعليم الثانوي استحقاق. شكون عمل هالاعتبارات هذه؟ هم خبراء في التربية، الخبراء ينتمون إلى وزارة التربية، والبعض منهم مازال موجود لليوم. صعب عام 89 لتو، على الأقل المنظومة متواصلة، المنظومة لأن لازلنا نعاني تداعياتها. وقع تعديلها فيما يعرف مدرسة الغد فيما بعد. وهنا نلاحظوا أنه المهزلة كانت عام 98 في أول دورة وطنية للنوفيام، ما تجاوزتش نسبة النجاح وقتها 33%. إيش عملوا وقتها؟ قالوا تنظيم دورة استثنائية في سبتمبر بعد جوان باش يوقع الترفيع في نسبة النجاح، ثم عرفوا أنه ثم ورطة. علاش؟ خاطر بعد النوفيام مش يكون الانتقال، الانتقال مش يكون بالإسعاف أو للدخول المدارس النموذجية، مش نحصل في السنة السابعة على أو السنة الرابعة ثانوي على تلام بضعف، فكانت 25%. وهذا محور سؤالي. شوف، هو لابد أن نعترف أولا أن المنظومة التربوية في تونس حتى قبل مجيء محمد الشرفي هي منظومة يعني فيها نوع من بالفرنساوي نقول سيليكسيون، يعني انتقائية أو انتخابية، نوع من الانتقائية. والامتحانات في السابق كانت صارمة، وهذه الامتحانات كانت موجودة ليس من أجل يعني التقييم الحقيقي للتلميذ، وإنما من أجل تحديد القدرة على الاستيعاب فيما يتعلق بالمراحل اللاحقة، سواء التلميذ اللي ينتقل من الابتدائي إلى الثانوي أو من الثانوي عبر البكالوريا إلى الجامعة. يعني هناك مسألة لوجستيكية ومسألة مرتبطة بالإطار البشري، إلى أي مدى لدينا قدرة. ولذلك إلى حدود 1987 كان عدد الطلبة يعني لا يتجاوز 10,000 طالب، اليوم نجد أكثر من 300,000 طالب. المسألة ليست دائما في مستوى التقييم، لنقيم لكي لا نعرف أين الثغرات لكي نرتقي بهذا التلميذ ونمكنه من الفرصة الملائمة لواصل معناها تعليمه. المسألة هي مسألة قدرة على الاستيعاب في السابق، لما تجاوز تجاوز هذه المسألة أصبحت الامتحانات الوطنية ذات طبيعة صورية في جانب كبير منها، يعني لا تعطينا بالتحديد مستوى التلميذ، المستوى الحقيقي للتلميذ. لكن هذه المسألة كذلك لا تتحملها منظومة التقييم، تتحملها منظومة التكوين، لأن منظومة التكوين هي التي تفشل في تكوين تلميذ قادر على أن يقوم بالامتحان وينجح، ينجح بمجهوده الخاص وليس بهذه المرفقات التي تقدمها له القوانين التربوية. لأني أنا في المنظومة التربوية التي أؤمن بها وقلت هذا أكثر من مرة، لا يوجد تلميذ واحد فاشل، وإنما توجد منظومة تربوية وبيداغوجية عاجزة على تكوين التلميذ بطريقة أنه يستطيع أن يواصل دراسته. وبالتالي تكوين الفشل، وأنا لدي أدلة من الواقع. التلميذ الذي يفشل لدينا في المدرسة ويخرج إلى الشارع تلتقطه مؤسسة مهنية صغرى في النجارة أو في الميكانيك أو في غيرها، ومعناها الكهرباء أو غيرها، تعطينا كفاءات متوسطة، وهذا التلميذ هو نفسه يقع تكوينه عمليا وليس نظريا بطرق بيداغوجية ميدانية بالتجربة في الميدان، ويتحول إلى تلميذ ناجح في حياته الاجتماعية ويتمكن من إتقان مهنة ويعيش بواسطة تلك المهنة أفضل حتى من الذي تكون نظريا وتحصل على شهادة جامعية. ولدينا أمثلة ملموسة. الفارق بيننا وبين المجتمعات المتقدمة خاصة في التجربة الألمانية أن التلميذ في ألمانيا يتلقى تكوينا نظريا ويتلقى تكوينا عمليا في نفس الوقت بالتوازي،
وبعد ذلك يسمح له باختياره أن يواصل في الجانب النظري أو في الجانب العملي، في الجانب النظري أو في الجانب التطبيقي. المنظومة التربوية في تونس تعرضت في رأيي الخاص إلى مؤامرة مع مجيء النظام في سنة 1987، لأن ورشات التكوين المهني التي كانت موجودة في المعاهد الثانوية التقنية هي ورشات عملاقة، وفيها من أنفقت عليه الدولة معناها أموال طائلة، ومنها من جاء للدولة عن طريق قروض ما زلنا نسددها إلى يوم الناس هذا. أنا أتساءل أين ذهبت تلك الورشات عندما وقع تحويل التعليم من تعليم مزدوج نظري وتطبيقي، يعني نظري ومهني، إلى تطبيق نظري، إلى تعليم نظري صرف. أين ذهبت تلك الورشات؟ إلى حد الآن لم تفتح فيها تحقيقات، لا نعرف على أين ذهبت تلك الورشات الضخمة وتلك الآلات الضخمة التي معناها جاءت بفضل دافعي الضرائب، لأن نجهل. لا يعود ذلك بالنظر إلى وزارة التربية؟ لا، إلى حد الآن التجهيزات تعود إليكم بالنظر؟ نعم، لا ندري أين ذهبت وزارة التربية. وقع إدماجها في الكثير من المراحل التاريخية مع وزارة التكوين المهني، ثم يقع فصلها، لا نعرف أين ذهبت تلك الورشات إلى حد الآن. لكن في كل الحالات هي كانت خسارة كبيرة بالنسبة للتعليم التطبيقي في وزارة التربية. معناها تعتبر أنه ثم ضرورة اليوم من أجل إعادة التعليم المهني؟ نعم، أعتبر أن هذا يدخل ضمن مشروع سيد وزير التربية المستقيل. مشروع هي مجرد فكرة، لا أقول مشروع لأنه يجب الاشتغال عليه معناه من ناحية الدراسات والأفكار، ولكن كل ما قامت به الدولة هو أن أخرت التعليم التطبيقي وذهبت به إلى الجامعة. ونجد الآن خاصة ما يعرف بالإزيزات، يعني المعهد العليا للتكوين، المعهد العليا للدراسات التكنولوجية، دراسات التكنولوجية. هذه المعاهد فيها تعليم تطبيقي، لكن في سن متأخرة، وفي هذه السن المتأخرة المتعلم يجد صعوبة في إتقان ذلك التعليم التطبيقي. كان من المفترض أن يبقى هذا التعليم التطبيقي في مرحلة متقدمة، ويكون هذا التعليم التطبيقي يحظى بنفس يعني بنفس الأهمية ونفس التثمين مع التعليم النظري، ويختار الولي التلميذ يختار الولي الخط التوجه. لأن الآن لدينا مدارس مهنية، ولكن هي غير مثمنة، ويذهب إليها التلميذ الفاشل في التعليم النظري، يذهب إلى هذه المدارس. من المفترض أن يقع الدخول إلى هذه المدارس بمعدلات مرتفعة، وأن تؤدي إلى فيما بعد إلى مسارات أخرى، وخاصة المدارس المهندسين في الجامعات. للأسف الموجود عندنا المؤامرة الكبيرة وقعت في سنة 1989 باسم الإصلاح، وقع ضرب التعليم التطبيقي وحافظنا على تعليم نظري فقط، وهذا التعليم النظري يعطينا خريجين بعدد كبير جدا دون أن نجد مواطن شغل. معناها نستطيع سيد وزير، عفوا، نستطيع أن نقول بأن هنا جزء من الحل بالنسبة للظرف الراهن على الأقل، إذا ما قدر لنا أن نشرع في وقت آجل في عملية الإصلاح، جزء من الحل هو اللجوء إلى هذا التعليم الذي وقع نسفه منذ عام 89. هو حل، ولكنه حل يجب أن يكون أن تتبناه حكومة قادرة على تبني مشروع وطني. لأن الحكومة سيد الوزير، الحكومة هذه طرحت، كانت عندها إرادة الإصلاح، بدليل أن عينة وزير مكلف بالإصلاح التربوي. لا، خلينا نجول الموضوع الإصلاح التربوي ومشروع متاع الوزير. المشروع متاع الإصلاح وقع تمويله من طرف منظمات وبنوك ومؤسسات مالية دولية، وعندما يمول أي مشروع من طرف المؤسسات المالية الدولية فإنه سيفرض معه سياسات، وهذه السياسات التربوية ما هي تأتي توضع باسم خبراء وطنيين، ولكن في واقع الأمر ضمن برنامج محدد يمليه الطرف الممول. كان جزء من برنامج هذا الطرف الممول هو إلغاء التكوين التعليم المهني والتعليم التطبيقي، لأن التعليم التطبيقي يخلق خبرات وطنية مستقلة، يمكن أن تنشأ فيما بعد منظومة صناعية وتكنولوجية مستقلة قادرة على التعويل على ذاتها. نعم، قادرة على التعويل على ذاتها، وقادرة على الاستقلال، تخلق أرضية لاستقلال اقتصادي حقيقي عن طريق منظومة صناعية قوية. هذا وقع إجهاضه، لأن النظام السياسي الذي كان قائما في ذلك الوقت
هو نظام يأتمر بأوامر هذه المنظمات الدولية والقوى النافذة في العالم التي تفرض سياستها ولا تريد لهذه المجتمعات أن يكون لها قرار سياسي مستقل، لأن قرارها السياسي المستقل يرتبط بوجود بنية اقتصادية وبنية صناعية وطنية حقيقية من شأنها أن تؤمن ذلك القرار السياسي المستقل. هذا وقع في الماضي. لكي نعود الآن إلى مثل هذا المشروع ونتبناه وندافع عليه، يجب أن يكون لدينا قرار سياسي مستقل، ويجب أن يأخذ هذا القرار السياسي هو نفسه يأخذ قرار آخر في إقامة معناها دوائر أو مجموعات أو لا أدري كيف أسميها، مناطق صناعية في جميع أنحاء البلاد. لأنك أنت عندما تدرس تعليم تطبيقي ولا تجد أين تقوم بالتربصات ثم بالتشغيل، لا معنى لذلك التعليم. كل المجتمعات التي تكرس تعليم تطبيقي في العالم لديها مناطق صناعية في جميع المدن وجميع القرى، بدرجة أن هناك تطابق بين التعليم التطبيقي والاختصاص الصناعي الموجود. فإذا أقمنا مثلا في جهة سيدي بوزيد الآن أو في جهة قفصة أو في جهة قصرين أو في غير مناطق صناعية حقيقية متلائمة بيئيا مع خصوصيات تلك المناطق، يمكن أن نقيم تعليم تطبيقي يبدأ من مراحل متقدمة على الأقل من الإعدادي، وتربصات تذهب بالتوازي في تلك المناطق الصناعية، وكل الخريجين يقع استيعابهم لتلك المناطق الصناعية. هذا يتطلب استراتيجية وطنية وقرار وطني. نحن الآن هذه الثورة التونسية ما زالت في مهب الريح تبحث عن مشروعها الوطني الذي لم تجده إلى حد الآن، وهذا من الصعوبة بمكان. وعندما ترسي مثل هذا البرنامج فتأكد أن الثورة التونسية قد وجدت سبيلها إلى مشروعها الوطني الذي ما زالت تبحث عليه ولم تجده إلى يوم الناس هذا. يا سيد الوزير، مع ذلك هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تقوم بها وزارة التربية في مثل هذا الظرف، لنقل أنها الأشياء التي في مقدورها أن تقوم بها. على سبيل المثال قامت الوزارة بهنا المطالبة بتخفيض عدد الساعات بالنسبة للتلميذ ما يتزوج 6 ساعات في اليوم، مع أنه هناك صعوبات إجرائية لا يمكن تلافيها بالنسبة للعديد المعاهد. هنا حاولت الوزارة أن تسد الشغورات فيما يتصل بالمديرين، فيما يتصل بالأسر المعاوضين، لكن نجد أن هذه المشاكل بحجمها لا يمكن التعاطي معها. لا، هذا شوف، على أقل الوزارة والفريق المشتغل على رأسها منذ مارس إلى يوم الناس هذا، هذه المشاكل يعالجها أول بأول، ولا يسمح ولا نسمح بأي شكل من الأشكال أن تبقى مثل هذه المشاكل. صحيح هناك موجود مشاكل، نجد الآن عندنا نقص في بعض المعلمين، بنقص في بعض الأساتذة، في بعض الأحيان نجد بعض المديرين معناها الذين وقع تعيينهم. على فكرة، فكرة تعيين المديرين هو عملية مشتركة بين النقابة والوزارة وليس شأن متعلق بالوزارة فقط، وإن كانت مسؤولية الوزارة هي المسؤولية الوحيدة في كل ما يتعلق ما يترتب عن ذلك مثلا من أخطاء أو ممارسات أو غيره. ولكن الوزارة، مع ذلك سيد الوزير، ثم تعيين البعض المديرين هنا الذين وقع فيهم نوع من التجاوز في عديد الجهات. لا، خلي ناخذ على سبيل المثال جهة صفاقس، خلي نوضح المسألة هذه للرأي العام. نعم، لأن المسألة معقدة، هي المسألة غير معروفة. سنة 2011 لما بعد الثورة، لما جاءت حكومة السيد الباجي قايد السبسي، كان تعيين المديرين هو سلطة تقديرية للوزير مثل أي خطة وظيفية أخرى، وفي القانون ما زال هذا الأمر قائم إلى يوم الناس هذا. تبنت النقابة مطلب التخلص من أزلام النظام السابق من المديرين، استجاب وزير التربية في ذلك الوقت السيد طيب البكوش لهذا المطلب، وقام بإعفاء جميع المديرين في جميع المؤسسات التربوية الذين يقل عددهم في الإعدادي والثانوي، الذين لا يقل عددهم عن 1450 مدير في ذلك الوقت. الآن تنامى العدد يكون 1475 أو قرابة 1500. قام بإعفائهم جميعا وأقر مقاييس جديدة في عملية تعيين المديرين. هذه المقاييس الجديدة هو تكوين لجنة تتكون من السيد المندوب الجهوي للتربية في كل مندوبية، ومن ممثل عن اللجان الإدارية المتناصفة، وممثل عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي، وتقوم بتقييم المترشحين وتعطي أعداد، وبعد ذلك يقع الترتيب، والأفضل في الأعداد هو من يقوم بهذه العملية. هذا نظريا جميل، نظريا جميل، لكن الذي وقع هو أن
وهذه اتفاقية وقعت على مدى 3 سنوات تنتهي هذه السنة. نعم. آخر دورة اشتغلنا بها هي الدورة تعيين المديرين في شهر بداية سبتمبر هذا الشهر الحالي. لكن بأقرار الوزارة وبأقرار النقابات أن هذا الموضوع كان موضوعا سلبيا بالنسبة لوزارة التربية، لأن من ناحية أولى السلطة الإدارة هي سلطة تقديرية للوزير بالقانون، من ناحية صحيح في ظرف استثنائي فيه فساد وفيه محاباة يمكن أن يعين الوزير من هم الأقرب وكانوا تجمعيين وكذا، وفي جزء منهم وفي جزء آخر ناس عندهم كفاءات ولهم من المقدرة على تسيير الإدارات، وهناك الكثير منهم يعتبر نفسه قد تعرض إلى مظلمة ورفع قضية إلى المحكمة الإدارية، وهناك الآن 150 قضية مرفوعة في المحكمة الإدارية وستنجر عليها تعويضات، وهناك تعويضات قدمت في الماضي وستنجر عليها تعويضات في المستقبل لفائدة هؤلاء نتيجة هذا القرار الذي اعتبروه أنه جائر وظالم. لأن الإشكال أين؟ الإشكال هو أن النقابة نحن نعتبرها شريك بالنسبة لنا في الشأن التربوي بصورة عامة، لكنها لا تتحمل أي مسؤولية عندما مثلا يقع عنف بين مدير وأستاذ أو بين معلم وأستاذ أو بين شخص أجنبي يدخل المؤسسة التربوية أو بين شخص يتعرض ما نعرفش أنا الحادث في وسط المؤسسة مهما كانت طبيعته. المدير هو الذي يتحمل المسؤولية المباشرة، ثم بعد ذلك الدولة الوزارة هي التي تتحمل، النقابة لا تتحمل أي مسؤولية. لذلك هذا الإجراء خطأ، من المفروض أن يقع أن نبقي على أن تعيين المديرين هي سلطة معناها تقديرية للوزير ويمكن أن يستشير فيها لجان في الاختصاص، أما أن تذهب إلى غيره فالنقابة لا أحد عندما يعنف ابنه يذهب إلى النقابة، يذهب إلى المدير مباشرة ثم يأتي إلى الوزارة، لا أحد عندما يظلم في مجلس أقسام مثلا يذهب إلى النقابة. في امتحانات يوميا جينا مطالب من أولياء وقع معنا يتظلمون لتعرض أبنائهم لمظالم. وأكثر من ذلك سيد الوزير عفوا، هنا نحن نعلم أن المؤسسة التربوية يفترض أن تكون أبعد المؤسسات عن عملية التسييس قبل 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 عملية ترنجو عملية التسييس، ودخلت فيها على ذكر المديرين، معنا دخلت فيها العوامل السياسية اعتبار السياسية، دخلت العوامل السياسية ودخلت العوامل النقابية. وأكثر من ذلك المشكلة التي يجب أن نصارح بها الرأي العام هو أن ذلك النقابي الذي قيم ذلك المدير وهو أستاذ وأعطاه عدد ومكنه من أن يصبح مدير لم تعد له سلطة على ذلك النقابي وعلى أولئك الأساتذة الذين تربطهم معه علاقات نقابية أو تربطهم معه علاقات سياسية، وهذه مضرة بالشأن التربوي. أنا أتكلم دائما كوزير محايد يريد إصلاح المنظومة التربوية وتعامل مع النقابات بكل شفافية، وكل ما طلبته النقابات بنسبة تقريبا 95% أعطيناه للنقابات وأعطيناها أكثر من ذلك لاعتقادي الراسخ أن تلك المطالب هي حقوق ولا يمكن أن نتطور بالوضع التربوي دون تحسين الوضع الاجتماعي والمهني والمادي. وبالتالي هذه المسألة عندما أثير قضية المديرين أثيرها في إطار جانب الإصلاح. المديرين الآن معناها مرجع نظرهم الإداري هو وزير التربية وهي الوزارة، واليوم نجد صعوبات لأن هناك آفة أخرى يجب أن أحسس بها الرأي العام وأحسس بها جمهور المدرسين هو هذا الغياب. هناك غياب كبير للأسف، هناك أزمة ضمير الآن لا أدري أنا أبحث على سبل لمعالجتها في الواقع التربوي. هذه الغيابات التي نجدها في صفوف المدرسين وفي صفوف المعلمين والأساتذة ونجدها حتى في قطاعات أخرى، ولاحظناها في الامتحانات، امتحانات البكالوريا، امتحان البكالوريا وامتحان النفيام وامتحان السيزيام، في بعض الأحيان نضطر إلى أن نأتي بإداريين للقيام بالمراقبة لأن الأستاذ لا يأتي ولا يقدم الحجة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يأتي بوثيقة شهادة طبية وفي بعض الأحيان لا يأتي بأي شهادة. هناك أزمة ضمير حقيقي يجب أن ننتبه إليها، والمنظومة الرقابية يجب أن تكون منظومة صارمة، من يريد أن يتحمل مسؤوليته مباشرة وبنفسه لأنه في منظومة حساسة ومنظومة يعني هشة مثل المنظومة التربوية فليتحمل من الناحية الأخلاقية والإنسانية، من لا يريد أن يتحمل هناك منظومة قانونية ومنظومة إدارية. للأسف الشديد الطريقة التي وقع انتداب بها السادة المديرين
الذين لا أشكك في كفاءة الكثير منهم، الأغلبية الساحقة، ولكن مع ذلك هناك نوع من المحاباة نتيجة هذه الطريقة قد خفضت من القدرة على الرقابة، رقابة الفضاء التربوي، وبالتالي وضع الفضاء التربوي يعني يشتغل بطريقة سليمة. وأنا أعتقد أن هذه المسألة يجب القطع معها، والمدير يرجع بالنظر إلى المندوبية الجهوية أولا، ثم يرجع بالنظر إلى المندوبية إلى الإدارة ثانيا. وجاءتنا تشكيات، احنا حتى في فترة الإضرابات، أنا أدافع عن الإضراب كحق، ليس لي أي مشكلة مع مسألة الإضراب، لكن هناك بعض المدرسين الذين لا يرغبون في الإضرابات يجدون المؤسسات مغلقة. لا يحق لمدير مؤسسة تربوية أن يغلق المؤسسة التربوية، من حق الأستاذ الذي يمارس الأضراب أن يمارس أضرابه في حدود القانون وفي حدود الإشعار الذي يأتينا من الاتحاد العام التونسي للشغل أو من أي جهة نقابية أخرى. في نفس الوقت من واجب المدير أن يفتح المؤسسة وأن يقدم لنا المعطيات حتى من الجانب الإحصائي، لأننا نحن في نهاية الأمر رانا سلطة إشراف إدارية نتحمل المسؤولية كاملة، ونحن في هذه المرحلة بالذات على الأقل في الفترة التي فيها أنا وزير التربية، وزارة التربية ليست معادية لا للنقابات ولا للمدرسين، هي تتبناهم، هي تدافع عن مشاكلهم، هي تعتبر أن من واجبها أن تنصف المدرسين الذين يتعرضون إلى مظالم، أن تنصف الأساتذة الذين يتعرضون إلى مشاكل، أن تنصف التلاميذ، أن تنصف المديرين، أن تعطيهم حقوقهم. وأنا عندما يأتي شخص واحد معناها في هذه الفترة الوجيزة التي كنت فيها أنا فيها على رأس وزارة التربية، ويقول أنه تقدم بشكاية إلى وزير التربية ولم ينصف، اللهم أن لم تصلني الشكاية أو لم أنتبه أو كذا، ولكن مكتبي مفتوح يوميا لمعالجة هذه المشاكل، سواء بالصيغة الجماعية مع النقابات أو بالصيغة الفردية مع المواطنين، سواء كانوا أساتذة أو معلمين أو متفقدين أو إداريين أو عملاء أو تلاميذ أو أولياء. سيد الوزير، إذا افترضنا ولو أن الأمر واقع ووقع أنه مدير سكر مدرسة، سكر معهد، وقال لتلامذة ما تقرأوش، قبل ما تجاوبني فاصل ثم نعود.